طبعا الاكس جار فراح نرسم النقاط، يعني الاكس اكسس واحد يعني عينه رقم واحد، المقدار مالتها 7، عينه رقم 2 7.5، عينه رقم 3 8، عينه رقم 4 10 الى اخره. فمعناته هنا عينه رقم 1 7، عينه رقم 2 7.5، عينه رقم 3 8، عينه رقم 4 10 5 9.5 الى 10 عينه. من اجي ارسمها وراها المين للاكس شارت ايش قد؟ 7.6. اذا نرسم اللاين 7.6، اعيد مره ثانيه، هاي 7.6 من وجدناها؟ من ناني اللي هي 76 على عدد العينات 10 7.6. اللور كنترول ليميت اللي هو 6.09 من ناني وجدناها. اللور كنترول ليميت للاكس شارت 6.09، والابر كنترول ليميت هو 9.11. اذا هذا هو 9.11 وهذا هو 6.09. هذا بالنسبة للإكس شارت. بالنسبة للآر شارت نفس الشيء، يعني عين أجي أرسم على الآر شارت، عين رقم 1 2 رقم 2 3 رقم عين 3 2 2 إلى آخره، أجي أمثلها بالآر شارت، عين رقم 1 يعني عين أسنان أنا بالآر، عين رقم 1 2 طبعا هنا أنا عين يعني يصير الليمت مالتها ناقص واحد كأنما. هذا هو الرينج. طبعا احنا اللي يهمنا هو اللور كنترول ليمت والابر المين هو 2.6. هذا هو المين للار 26 على 10 2.6، والابر كنترول ليمت 5.48 5.48 للار شارت، واللور كنترول ليمت 0. هسه نجي على الاكس شارت اللي فيه. لو نشوف الاكس شارت، اربعة من العينات اللي هي خارج السيطرة، اللي هذه تكون مريضة خلينا يعني نقول، اللي هي تكون اعلى من الابر كنترول ليميت، اللي هي ال 10 وال 9.5 وال 11 وال 11.5. سؤال رقم اربعة هنا مباشرة مطيني الستاندرد ديفيجن، يعني ستاندرد ديفيجن 0.1 ان، عندي 25 انجاين يعني 25 قطعة ار سامبل كل يوم، ان فاوند تو هاف ان افريج ويث، الافريج مالتها 2 انش، ستاندرد ديفيجن راسي مطنيها 0.1، شنو هو الكود وات ار، ما هو الكنترول ليمت ذات انكلود 99.73% للسامبل ميل. هنا انا مطيني الزد هي السامبل ميل مالتي 3. فرأسا اطبق القانون اللي موجود بالمحاضرة، المين ايش قد؟ الافرج ويث 2 زائد الزد اللي هو السامبل مين 3 في السيجما اوف اكس اللي هي الستاندرد ديفيجن 0.1 على تحت الجذر عدد العينات مالتي اللي هي 25 على 25. نفس الحالة هذا الابر كنترول ليميت وهذا اللور كنترول ليميت، بدال الزائد يكون ناقص. الابر كنترول ليميت مالتي 2.06 واللور كنترول ليميت مالتي 1.94. سؤال رقم 5 اللي هو يتحدث عن ال 3 سيجما ليميت. شوف ال 3 سيجما ليميت ممكن ايجادها باربع خطوات جدا سهله. افرض اني عندي هذه العينات اللي هي 10 عينات، العينة الأولى مقدارها 8.4، العينة الثانية 8.5، العينة الثالثة 9.1، العينة الرابعة 9.3، العينة الخامسة 9.4 إلى العينة الأخيرة 9.9. شوف أول خطوة أوجد معدلهن، أجمعهن وأقسمهن على عددهن، فأجمعهن كل عددهن 10 أقسمهن على 10 فوجدت الأفرج اللي هو 9.34. وراها احسب الفارينس. الفارينس هو عباره عن الطرح الرقم عن الرقم اللي قبله واربعه وبعدين اجمع الناتج كله. يعني
أول رقم هو 8.5 ناقصا 8.4 8 بوينت يعني هسه هذه هنا عندنا الرقم 8.4 ناقصا الرقم اللي قبله، الرقم اللي قبله هو اللي وجدناه بالخطوه اللي قبلها، خطوه اللي هي المين 9.34 اربعه ايش قد راح يصير عندي 8.4 ناقصا 9.34 الكل تربيع. The second square the difference اللي هو 8.5 ناقصا 9.34 فالكل تربيع اللي هو 0.7056 إلى أن أكملها للرقم العاشر اللي هو 9.9 وراها أجمع الناتج مالتي يعني أجمع الـ 0.8836 زائد 0.7056 زائد 0.0576 إلى آخره فانجمعناها طلعت 2.564 فالفارينس مالتي الـ 2.564 أقسمها على عدد السيمبلز اللي هو 10 فوجدت الفارينس هو 0.2564 وراها الخطوة الثالثة أوجد الجذر الفيرينس يعني جذر الـ 0.2564 الجذر مالتها 0.5064 بعدين الـ 3 سيجما هي الثلاثة في الستاندرد ديفيجن زائدا المين الثلاثة في الستاندرد ديفيجن ايش قد وجدتها 0.5064 زائدا زائدا المين اللي وجدت 9.34 هو المين فهذا هو 3 سيجما